تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج كورة على قناة خليجية، وعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يستقبل الأمير نواف بن فيصل والمنتخب السعودي الصغير، يلاقي الشباب والرياض وديا. صراع سعودي إماراتي جزائري على جائزة قدسي، وكاريري يؤدي التدريبات البدنية وشيعان يلازم العيادة. النصر يعزف على لحن البطولة برباعية في مرمى الفيصلي، والسهلاوي بهاتريك يصارع على لقب الهداف، والجماهير الصفراء تضرب الرقم القياسي. اتحاد البلوي يعود للنتائج الكبيرة بخماسية في شباك الاتفاق، والنهضة يواصل تلقي الأرقام العالية برباعية التعاون. نشوف شوت. أهلا بكم. استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في مكتبه بمقر إقامة اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة سوتشي الروسية اليوم الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية. وقد تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية السعودية فيما يخدم الحركة والرياضة الأولمبية. وقد أشاد الدكتور باخ بالخطوات التطويرية التي اتخذتها اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاستراتيجية التي رسمتها لمستقبل الحركة الرياضية السعودية. أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي للناشئين الأسباني أنطونيو قائمة معسكر الرياض الذي سيبدأ غدا بمشاركة 24 لاعبا من مواليد 1998 ولمدة 3 أيام، على أن يلعب المنتخب الصغير مباراتان وديتان، الأحد مع الشباب والاثنين مع الرياض، على ملعب إعداد القادة بالرياض. يتنافس على جائزة المعلق الشهير زاهد قدسي يرحمه الله في نسختها 11، المقرر أن يكون موعدها في 13 من رمضان في مكة المكرمة. 3 معلقين عرب هم الجزائري حفيظ دراجي والسعودي أحمد النفيسة والإماراتي عدنان حمد. وتقرر أن يرعى حفل الجائزة السنوية لهذا العام الأمير سلطان بن ناصر. وفي هذا العام سوف يكرم كل من جسم الياقوت ومدني رحيمي وجمال تونسي لجهودهم في المجال الرياضي. أعلن نائب رئيس نادي النصر فهد المشيقح في حسابه على تويتر موافقة رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي على طلب لاعبي فريقه بتخفيض مكافآت الفوز بكأس ولي العهد التي رصدتها إدارة النصر للاعب الفريق المقدرة ب 200,000 ريال إلى 150,000 ريال لتشمل جميع اللاعبين المسجلين في الكشوفات. خضع سعود كاريري لاعب نادي الهلال اليوم لحصة لياقية تنوعت ما بين الجري حول الملعب على سرعات مختلفة وأداء تدريبات بدنية، فيما تواجد الحارس حسين شيعان في عيادة النادي الطبية نظير تعرضه لكدمتين في الكف والكتف، إذ خضع لحصة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي. من جانبه غادر مدرب الحراس الألماني جورج إلى بلاده نظير وفاة والدته. أكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية اليوم أن إدارة نادي ليفربول تدرس تقديم عرضا رسميا لضم النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. التقرير أشار إلى أن إدارة الريتس تحضر عرضا رسميا للتعاقد مع موري، خاصة بعد فشل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح الذي انتقل لتشيلسي في فترة الانتقالات الماضية. كانت هذه أخبار شو، عودة مجددا للزميل تركي العجمي. شكرا للزملاء، اسمحوا لي في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الأستاذ طارق بن طالب الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بفارس، أهلا وسهلا فيك. مساك الله بالخير أنت والأخوة المشاهدين، وأنا سعيد أني أتواجد معك في برنامجك المميز. طبعا أنا ما أحب أمدحك وأنا معك يعني، لكن وش نقول، هذه برنامج مميز سحب الأضواء في هذا الموسم، قدمت حلقات مميزة ما زالت يعني حديث الشارع الرياضي. الحمد لله، شكرا جزيلا لك. ومعنا من جدة محمد الغامدي كاتب الصحفي والناقد الرياضي، هلا والله محمد. الله يحييك ويبقيك ومساء الخير لك ولزميلي طارق ولجمهور الكريم. فعلا الشيء الجيد يفرض نفسه، والبرنامج كان من نجوم الموسم،
والحمد لله أنه كنا إضافة ولو جدا بسيطة لهذا البرنامج. شكرا لك أخوي تركي وفرصة طيبة ألتقي مع أخوي طارق. أبا خلي الإعداد يسوون تيفو الحلقة الجاية حلقة بكرة تيفو. شكرا للضيوف. نبدأ مباشرة بالمواضيع. قبل ما أتكلم عن الأهداف والأخبار إحنا كذا في حاجات تعجبنا وتلفت انتباهنا. عجبني اليوم تصرف إدارة الفيصل قبل مباراة النصر. اللطافة شيء جميل والروح الرياضية شيء جميل. قبل المباراة داخلين على بطل كاس ولي العهد وشارين ورد وكذا وبوكيه ورد مع الكابتن للكابتن حسين وكذا روح رياضية. ناس قاعدة تقول لك أنه نتنافس في الملعب بس أنت بطل. ألف مبروك. سواها كمان إذا ماني غلطان الوحدة الموسم الماضي سواها مع الفتح. أول مباراة كانت نعم. كان في احتفالية بالضبط والوحدة اللي كان الوحدة يبدو لي الوحدة استقبلوهم كذا بالورد. الأخلاق الرياضية هذه جميلة نحب نعززها ولما نشوفها نحب نشكر أصحابها. شو رأيكم فارس؟ بالفعل لفتة لطيفة جدا من جماهير من لاعب الفيصلي خصوصا لما رأيتهم يدخلون الملعب ومعهم ورود صفراء يعني وقدموها اللاعب النصر بكل لطافة. هذه الروح الرياضية اللي نبحث عنها. تنافس داخل الملعب. الفائز نقول له مبروك والخاسر نقول له هارلك. شو رأيك محمد؟ لفتة جميلة من الفيصلي والفيصلي مثل حقيقة كل أندية الوطن وهي تبارك للنصر هذا البطولة ويستحق المباركة وتغرس بعض المعاني الجميلة اللي متواجدة وتحتاج إلى تعزيز من الإعلام ومن الفرق وبشكل رسمي وغير رسمي. مبروك للنصر ومبادرة أكثر من رائعة للفيصلي وأتمنى نشر هذه الروح وانتشارها بشكل كبير تعكس طيب. فعلا قيم موجودة لدينا. خلينا نشوف أهداف مباراة اليوم وقيمة عدة مباريات. خلينا نشوف إيش صار في مباراة اليوم. عليها يمشي الشايع يمر يحاول من ناحية الاختراق يمر شايع يلعب جول 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 النصراوي اللي قاعد يعمل بها على ضوية شاطر المباراة الثاني كرة ملعوبة السهلاوي المتخصص جول 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 السهلاوي سواها كرة للشايع ليحيى سيناريو خاص يحاول يمر يلعب كرة ملعوبة السهلاوي جول 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 عالمي. سبعة دقائق متبقية منقولة للسهلاوي السهلاوي يلعب بالراس جول 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 السهلاوي مرض المؤلف يريد أن يعيش ويريد أن يرفع الاتحاد رأسه. منتشي منتشي جدا يا بومفيم بومفيم يا جبار يا إلهي يا الله لا 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 هذه مستحيلة. التاريخ لا يلتفت للأرقام عالية صراحة لكن الاتفاق يريد أن يعود 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 كيف لا يعود وهو ود الشرقية العنيد وهو ود الشرقية الفارس يعود لمصلحة الاتفاق. الضغط شوف الضغط موجود وكرة خطرة 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 يلعب بالنار ومختار يولي مولد ولا مختار في الأخير الانتماع عند خير الانتصار اليوم على حركة
الدوسري والسقعان وكادش كلهم مهددين بالإيقاف. هذا السقعان يا سلام لعيب، والله لعيب لعيب، نعم لعيب يا علي، نعم لعيب يا علي. والثانية عدت، ماذا عن الثالثة يا مختار؟ ماذا عن الثالثة يا مختار؟ الأولى كانت انذار، الثانية كان فيها الكثير من الإصرار، الثالثة مختار. خطورة الآن، محاولة التقدم ينتظر، عرضية والرأسية، جول للتعاون، جول للسكري القصيم، لكنها تعود الآن من الجهة اليمنى، خطورة الآن للسكري القصيم، سكري القصيم، ما أحلى التعاون بهذا الأداء الكبير، بدر الخراسي كما أنت رايح يا بدر. من الجهة اليمنى الآن المحاولة، والثالث قد يا سلام، يا تعاون كما أنت جميل، كما أنت رايح بهذا الأداء الكبير. في محاولة الآن، والتمرير الآن، يفولو آدمز يريد، يبحث الآن، يحاول، والتسديدة والهدف يأتي الآن، الهدف يأتي الآن لمصلحة النهضة ومع الصافرة. طب هذه الأهداف راح نناقشها أكيد طبعا كالعادة بعد الفاصل. راح أقول لكم شيء غريب شفته اليوم أو قبل شوي شفته وأنا استعرض الأهداف، شفت شيء غريب في جدول الدوري. أعطونا يا شباب جدول الدوري. هذا جدول الدوري، كل الخانات في هذا الجدول فيها أرقام، كل الخانات في هذا الجدول فيها أرقام إلا خانتين، صفر. النصر في خانة الخسارة صفر، اللي هي هذه تشوفونها بالماوس، والصفر الثاني في عند الاتحاد اللي هو الأهداف اللي له واللي عليه الفرق صفر، مسجل 37 ومتسجل في مرمى 37. الصفرين الوحيدين في الجدول هم هذول، عند الاتحاد وعند خانة الخسارة في النصر. تتوقع أبو فارس في خانة الخسارة للنصر ممكن نشوف رقم؟ شوف، النصر الآن اليوم هذا بفوزه على الفيصلي حطم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتتالية، 12 فوز متتالي في الدوري. الرقم المسجل سابقا كان باسم الهلال في 2004، 11 فوز. النصر يبدو لي أنه راح يكسر كل الأرقام القياسية في هالموسم. الآن هو أقوى دفاع، أقوى هجوم، الفريق الوحيد بدون خسارة. المهم عند لاعب النصر هو تحقيق البطولة. كل فريق معرض للخسارة، ولكن النصر يبدو لي أنه عجزت جميع الفرق عن هزيمته هذا الموسم. تتوقع يصير في رقم؟ أنا لا أتوقع أن النصر يخسر السنة هذه.
لأن النصر في أبهى وأجمل حالاته الفنية والأدائية. إيش رأيك يا محمد؟ نحط رقم في هالجدول ولا ما نحط؟ والله أنا توقع؟ والله أتوقع النصر أولاً النصر أتوقع إنه النصر لا يعني انطلاقة النصر لا تهتم بالخسارة الآن بعد ما فرض وجوده وأصبح يتحدث بلغة البطولة وكسر الأرقام القياسية لم يصل لها إلا وهو مهيئ لتجاوز الكثير من هذه الأرقام. النصر من الموسم الماضي يقدم مباريات دون خسارة بشكل كبير جدا يعني بأرقام ومستوى داخل وخارج الملعب، حتى جماهيره تكسر الأرقام القياسية. أعتقد أنه النصر أتوقع سيحافظ على هذا الرقم، سيكسر هذا الرقم، وأعتقد أن الفريق البطل وهو في طريقه لتحقيق أرقامه القياسية يبحث فقط عن البطولة والأرقام هي اللي تلاحقه. هذا ما يحدث مع النصر الآن. والله العظيم النصراويين هالأيام ما يبون أحد يقول لهم ولا شيء. يعني اليوم في تويتر لما فيصل بن تركي قال ما شاء الله، قلت شغله كده على النصر قال ما شاء الله. الحين ابو عبد الله طلال الرشيد مرسلي قال يا اخي قل ما شاء الله، حاضر يا جماعه ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. بس اقول لكم يعني انه شيء ملفت في الجدول الطالع، تشوف كل شيء فيه ارقام الصفر. يخسر النصر المباراه اللي جايه تراني قلت ما شاء الله تبارك الله، عشان لا حد تعرف الناس تدور واحد تنشب بحلقه، قلت ما شاء الله تبارك الله. من الاخبار المهمة، الصراع سعودي جزائري إماراتي على جائزة قدسي للتعليق الرياضي. جائزة زايد قدسي ابتدت تكسب قيمة، يعني تتجاوز حدود السعودية، فيها تخليد لاسم معلق كبير أحد الرواد في مجال التعليق الرياضي أبو فارس. طبعا زاهد قدسي الجميع، طبعا أنا ما بصغر عمري، لكن في كثير من المتابعين كرة القدم لا يتذكرون زاهد قدسي. زاهد قدسي كان أحد أعلام التعليق في السعودية على الأقل، وجميعنا نتذكر كيف كان يعلق بحماس، له أسلوب ولو ستايل مختلف، وكان هو يعني أشرف على المعلقين العرب أو اتحاد المعلقين العرب، وهذه لمسة وفاء من صاحب فكرة الجائزة لمعلق أثرى الرياضة السعودية. محمد، أولا رحمة الله على المعلق القدير الاسم الكبير في عالم التعليق زاهد قدسي. جائزة وهي عبارة عن عنوان للوفاء لمعلقنا رحمة الله عليه زاهد قدسي، هي أيضا ساهمت في الوفاء والتواصل مع كثير من يحتاج التقدير والوفاء في وسطنا الرياضي. هي كجائزة تحمل اسمه، تواصلت حتى وكرمت أكثر من مرة معلقنا الله يعطيه الصحة والعافية محمد رمضان، وكشخصية قديمة في الوسط الرياضي نحتاج إلى حفظ وتقديم وتكريم الرموز قبل وفاتهم، إذا كانوا يحتاجون إلى لفتة زيارة إلى تكريم، فهذا هو الوقت المناسب. حقيقة الاطلاع حتى في معرض الرياضة السعودية اللي كان موجود كان في ركن لزاهد قدسي، كان ركن رائع، هو عبارة عن جزء من التاريخ الرياضي ويحفظ. زاهد قدسي لما قرأت وعرض كثير عن خلفيته التاريخية الرياضية كان من المساهمين حتى في إنشاء ودخول بعض الألعاب المختلفة في المملكة العربية السعودية بعد زيارات لمصر وإنشاء كرة السلة وغيرها، له يعني دعوة لقراءة تاريخ زاهد قدسي، وهي دعوة لتكريم هذه الشخصيات الكبيرة في الرياضة، ولف يعني يسلط شيء من الضوء لها كتكريم لها وحفظ هذا التاريخ الرياضي الكبير. طيب نروح الفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج وعن مباريات اليوم. النصر يعزف على لحن البطولة برباعية في مرمى الفيصلي، والسهلاوي بهاتريك يصارع على لقب الهداف، والجماهير الصفراء تضرب الرقم القياسي. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يستقبل الأمير نواف بن فيصل، والمنتخب السعودي الصغير يلاقي الشباب والرياض وديا.
صراع سعودي إماراتي جزائر على جائزة قدسي، وكاريري يؤدي التدريبات البدنية، وشيعان يلازم العيادة. النصر يعزف على لحن البطولة برباعية في مرمى الفيصلي، والسهلاوي بهاتريك يصارع على لقب الهداف، والجماهير الصفراء تضرب الرقم القياسي. اتحاد البلوي يعود للنتائج الكبيرة بخماسية في شباك الاتفاق، والنهضة يواصل تلقي الأرقام العالية برباعية التعاون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. الأستاذ طارق بن طالب والأستاذ محمد غامدي هما ضيفا حلقة الليلة. كنت تبغى تقول شيء أبو فارس؟ كنت أتكلم على الأرقام اللي جت معلومات لك، الظاهر أنه الهلال حقق الرقم القياسي 14,405. أنا المعلومة متأكد منها وبحثت، لكن إحنا نطلب أحد المؤرخين المعتمدين يبلغنا بالهذه. لكن حسب معلوماتي أنا أنه 2004 كان 11 فوز متتالي للهلال. يمكن يقصد الرجل أنه 14 فوز في الدوري، لكن أنا أقول متتالي الهلال حققها في 2004، والنصر الآن كسر رقم ب 12 فوز. طيب إذا في أحد يزودنا بهالمعلومة، أبو فارس يقول 12 فوز متتالي. جاتنا رسائل كثير على الجوال تقول أنه الهلال عام 1405 حقق 14 فوز متتالي. فقط يعني لتأكيد المعلومة عشان ما نكون الحلقة نقال شيء مش أكيد. لعبت اليوم ولعبت اليوم عدة مباريات، راح نبدأ مباراة النصر والفيصلي اللي انتهت برباعية نظيفة. لقاء المتصدر النصراوي مع نظيره الفيصلي انطلق بباقات الورد الجميلة وبلوحة أجمل رسمتها جماهير الشمس متغنية بربان المركب الأصفر. مباغتة عنابية مبكرة وبحث متكرر عن اصطياد مرمى العنزي، ومحمد نور يضع كرة على طبق من ذهب للبرازيلي إلتون لم يترجمها بالشكل المطلوب، والنجعي يتصدى للهجوم النصراوي الشرس على طريقة العمالقة. النصر يشع بقتالية وإصرار من شايع، وهدف أول من البرازيلي إلتون. شوط ثاني ينطلق بهدية لا ترد من محمد نور، يستقبلها السهلاوي بصدر رحب مسجلا الهدف الثاني. جول! السهلاوي سواها، المتخصص سواها. سيادة صفراء على مجريات اللقاء، والسهلاوي يقاتل للمنافسة على لقب الهداف ويهدي فريقه هدفا ثالثا. جول عالمي، جول عالمي، فقط لو مربع على 21 جولة حافظ فيها النصر على سجله خاليا من الهزائم، والسهلاوي يحتفظ بكرة اللقاء بعد تسجيله الهاتريك والهدف الرابع لفريقه، ليواصل النصر مسيرته المظفرة في صدارة الدوري. بنخلي المباراة شوي على جنب ونبغى نحكي عن جمهور النصر. وش اللي قاعد يسويها الجمهور في هالموسم مع الفريق؟ ينافس اللاعبين على الجمال في المباريات.
طبعا جماهير الشمس كما يحلو للكثير تسميتها قدمت أساليب جديدة في التشجيع. طبعا هي من الجماهير الوفية اللي ساندت الفريق في السراء والضراء، ولكن تزامن هذا الموسم تصدر النصر وتقديم الأداء المميز بلوحات جمالية كبيرة من أو جميلة من جماهير نادي النصر. طبعا هذا كله بجهد مجلس جماهير العالمي، يقوده شباب رائعين، أكثر من رائعين، ويدعم هذا عضو الشرف النصراوي الأستاذ حمد المبارك، وظهرت جهودهم في الملعب. الآن أصبحت الناس تتابع ما هو الجديد في كل مباراة للنصر، كل مباراة تيفو مختلف بتصميم مميز وبإتقان أكثر من رائع. وهذا يعني طبعا صيت ذلك وصل لخارج المملكة، أنه فريق بهال أو جماهير بهالشكل، طبعا هذه شيء مميز للكرة السعودية ويعطي انطباع جيد عن الكرة السعودية أن ملاعبنا فيها حضور جماهيري، في تنظيم، في أساليب جديدة في التشجيع، في جهود رائعة تبذل من شباب الوطن، خصوصا أنه يعني اللي موجودين في مجلس الجماهير في كل مباراة يطلعوا لنا بتصميم جديد ومختلف ويتم الإعلان عنه قبل المباراة. يعني في بعض الأحيان تطلع تصاميم تقول مستحيل هذه تنفذ في الملعب، ولكن كانت تنفذ بكل دقة. أقول لهم شكرا لكم، بيض الله وجهكم، بيض وجه الكرة السعودية. محمد، اليوم واضح أنه صار جمهور النصر يأخذ الموضوع كده بتلقائية، يعني صار باللاوعي، يعني مو زي لما تكون رايح البيت وما تفكر في الطريق، أنت حافظ الطريق. صار الجمهور مسألة تيفو بالنسبة له صار أمر عادي، مشجع يجلس ويأخذ الشعار أو البطاقة اللي معاه ويرفعها ويكون هذه الجمالية اليوم في المدرج الملفتة. حقيقة جمهور النصر كان عنوان لجمال فريق النصر هذا الموسم، ولا تعرف هل تبارك لجمهور النصر أو تبارك للنصر هذا المشهد الرائع من جمهوره. حقيقة شيء إبداع، هذه من نوعية الجمهور اللي يحضر للملعب أولا ثم يشد فريقه للمقدمة وللبطولات، ويخلق جو من كيمياء موجودة، رغبة في التفوق ما بين اللاعبين وما بين الجمهور، كان ملفت للنظر، وخصوصا والآن يعني يضع عنوان لهذه المباراة الاحتفالية بتكريمه لرئيس النادي وهو يستحق. حقيقة جمهور النصر كان عنوان للجمال والإتقان هذا الموسم، كان حضوره الأول ثم إتقانه لهذه الأشكال، الأشياء هذه حتى تتداول في اليوتيوب على مستوى العالم، مباريات في أسبانيا، في تركيا، في إيطاليا، نشاهد إبداعات جمهور النصر في هذا الموسم، كان عنوان لإبداع في المدرجات بشكل مختلف. طيب، أبدعت كثير من الجماهير سابقا، النصر يضع الآن سقف عالي لهذا الإبداع. طيب كيف شفت المباراة محمد؟ كيف شفت الأداء النصراوي في مباراة اليوم؟ في كثير ناس كانت تقول النصر ممكن تجي له حالة من حالات الفتور بعد البطولة، وأنه مباراة الفيصلي قد تكون من أصعب المباريات على الفريق النصراوي هالموسم. حقيقة المباراة كانت احتفالية وتليق بفريق كبير مثل النصر. عودة النصر هذا الموسم لم تكن فقط عودة بطل إلى منصة التتويج، العودة الحقيقية كانت هي عودتك أمام غريمك التقليدي وقلب النتيجة، وفي النهائي العودة الحقيقية كنا نجدها كلنا في لغة اللاعب النصراوي والإداري النصراوي عندما يجد أن هذا الفوز عبارة عن فقط خطوة، مجرد خطوة، وللنصر بقية في باقي الأيام، والأهم هو الدوري، وسينتهي الاحتفال في خلال ساعات، وسنبدأ بالتركيز على الهدف الأهم. هذا الشيء ما كان موجود في النصر سابقا، وجد الآن ودفع مهره على مدى سنوات ومحاولة من الأمير، دفع من ماله وصبر وحاول وأخطأ وصحح وعاد للمحاولة والظهور، وعودته الأخيرة كانت عودة فريق بطل يطمح لأبعد من تحقيق فقط بطولة أو حتى هزيمة غريم التقليدي اللي كانت في سنوات سابقة ممكن النصر ينهار نفسيا في منتصف الشوط الثاني أو الأول، الآن لا، بكل ثقة يعود. هذه عودة النصر اللي عاد أمام الهلال ما تخشى عليه أبدا التراخي بعد الحصول على البطولة.
بالشكل اللي عاد فيه النصر ما تقول انه في تراخي حيحصل امام فريق نحترمه مثل الفيصلي، ولكن النصر كان فريق يستحق البطوله، حضر للاحتفال، ولانه ثقيل في الملعب حصل على ما يريد بهذا الشكل الجميل. خليني اسالك انت يا محمد سؤال، كيف شفت محمد نور اليوم؟ حقيقة محمد نور، يعني بخلي لك كل اللعيبة على جنب اليوم وبسألك عن أبو نورات، ايش معنى يعني؟ هو يعرف وش أقصد. قول لي كيف شفت أبو نورات حقيقة اليوم؟ النصر محظوظ. التمريرة اللي قدمها محمد نور اليوم، وهي كانت تمريرة من النوع الفاخر، هي تدل على معدن محمد نور وكيف هو إضافة لنادي النصر. افتقد نادي الاتحاد، افتقد لأشياء كثيرة ومن أجملها نور، وهو الآن ينير جزء من إنجاز النصر ويضيف الكثير ليثبت هو مكانة نور لدى تاريخ الكرة السعودية ولدى النصر ولدى الاتحاد اللي افتقده وكسبه. نور معدن نفيس جداً، أهدر من الاتحاد، اكتشف ولا زال يكتشف في النصر بشكل جميل جدا. نبارك لنور الآن مدرج الاتحاد وجزء كبير منه، ومدرج الكرة السعودية يساند النصر لجماله، ومعظم مدرجات الاتحاد إذا مش أغلبها إذا مش كلها تجد في جمال إنجاز النصر جزء من ظهور محمد نور. مبروك للنصر، مبروك لنور البطولة رقم 22، ويبدو أنه حيدخل في عنده رقم 23 قريبا، ونور من النوع النهم للبطولات، أعتقد أنه لن يشبع، وجاء للنصر في وقت جميل جدا. وكاتحادي أقول في غبطة لوجود نور مع نادي النصر، وربما يعود، وإن عاد فهو من نادي كبير لنادي كبير ولبيته السابق، رغم أنه هذا الأمر للنصراويين يعتبر ثروة موجودة عندهم، ولكن هذه الثروات لا. فيصل بن تركي قال الحلقة اللي راحت ما حيرجع، سألت أنا قلت نور يرجع تبقى الأمة، قال يفتح الله، بمعنى يفتح الله. كان عندكم ليش خليته يروح؟ ولو حق في الاحتفاظ كان عندكم ليش خليته يروح يا محمد؟ والله الاتحاد مر بظروف جعلته يخسر أشياء كثيرة ومكتسبات كثيرة، ومن أجملها كان محمد نور، جزء من تاريخ تاريخ نور الجميل، هو جزء من تاريخ الاتحاد الأجمل، وفقد كثير من مكتسباته، ومن أجملها كان محمد نور. ربما يعود الاتحاد يوم، ولا زال الأمل موجود بعودة الاتحاد ونور. نادي الاتحاد هو بيت محمد نور. طيب بقول لك معلومة كذا، بقول لك معلومة ظريفة شوي، ما أعرف هي ظريفة ولا تزعلك ولا تحزنك ولا وش، بس بقول لك شيء. بحسب الزميل عبد العزيز مريسل على تويتر يقول: أثناء حديثي مع محمد السهلاوي وبحضور بعض الزملاء وبعد نهاية المباراة، جاء نور وسأل كم انتهت مباراة الاتحاد، قال له المريسل 5، قال الحمد لله وراح. ايش رأيك؟ هذا لا زال، هذا طبعا مو يحزن، طبعا نور اتحادي وكان ولا زال وسيبقى اتحادي، وهو من يعني أسطورة في نادي الاتحاد، وسيبقى بالأرقام وبالتاريخ. وشفنا استقبال جمهور الاتحاد لنور، كانت استقبال وفاء، ما كان حتى اعتراض على الإدارة، ولكن كان استقبال وفاء للاعب، وموجود طبعا كلهم من نفس البيت، وكيمياء موجودة بين نور، ماضي وحاضر وحتى مستقبل. والله يا محمد شكل محمد نور يعني الاتحاد خرج من الاتحاد ولا زال في قلبه شيء من الاتي. هو أنا أقول لك، إذا كان نور طبعا واللي نعرفه متأكدين منه أنه قلبه هو الاتحاد، وحتى لو لم يعود كلاعب سيعود إلى مدرجات نادي الاتحاد، ويفتخر بوجوده في هذا المدرج، مع ذكرى جميلة طبعا النصر، وفخر لنادي النصر ولنور أنه يكون مر لاعب بهذه القيمة والحجم إلى نادي النصر. عودته للاتحاد أكيدة، إن كان مو في الملعب فهي في المدرج. أبو فارس خلنا نتكلم عن نور ولا عن المباراة؟ والله ودي نتكلم عن نور، يستاهل أبو نوران الحديث عنه. شوف أبو نوران، كيف شفت مباراة اليوم مع محمد نور تحديدا؟ لا أبو نوران، بتكلم عن أبو نوران بالذات. يعني أبو نوران أحد أساطير الكرة السعودية، أنا أسميه يعني. لاعب أنا أعتقد أنه رجل من حديد، تحمل الكثير من الضغوط، تتذكر أيام المنتخب وظلم في المنتخب،
ويعني كان يقدم أجمل المستويات وكان يصنف أفضل لاعب في الكرة السعودية وكان بقدرة قادر يبعد عن المنتخب. رجل بهالإحباط تتوقع أن لا تقوم له قائمة. صحيح. الكثير من الإعلاميين والرياضيين قالوا أن نور أو راهنوا أن نور لن ينجح في النصر. وقالوا أن أسلوب نور أنه يتحكم في كل الفريق. وجدنا نور انصهر تماما داخل الفريق النصراوي، أصبح قدوة للصغار. اليوم الحقيقة قدم مباراة كبيرة. أنا أتمنى الكثير من اللاعبين يشاهدون هذا الرجل وماذا يصنع في الملعب. ما زالت تمريراته ثرو، لأنه 34 سنة عمره، يلعب تمريرات قاتلة. شفنا يعني لو كان إلتون اليوم في أحسن وضع كان استفاد كثير من تمريرات نور البينية اللي داخل تكتلات. لاعب بحجم نور ويخرج من الاتحاد، من نادي الاتحاد بهذه الطريقة التي لا تليق محمد نور، كانت لو حصلت مع أي لاعب كانت ستكسر اللاعب وستدعوه إلى الاعتزال. لكن محمد نور الرجل الحديدي تحدى كل الصعاب، داخل الملعب قائد، ولو أنه مو كابتن لكن قائد في المعسكر، هو قائد للفريق، انصهر مع الفريق، يعني يقوم بدور مساعد المدرب، يقوم يعني بمدرب إعداد للاعبيه. نراه عندما يخرج من المباريات لا يتجه إلى الجلوس أو الخروج برا الملعب مثل غيره، يقف إلى جانب المدرب، يوجه اللاعبين صغار السن. الكثير من لاعب النصر استفادوا من محمد نور، هذا اللاعب العظيم. النور يعني خلينا نقول جزء من حظه السعيد أنه جاء مع النصر في هذا الموسم. بكل تأكيد، وكان عامل مساعد بكل أمانة، يجب الإنصاف أنه كان عامل مساعد في رفع الروح المعنوية للاعبين. إصراره وقتاليته على الفوز، هذه أعتقد أنه نقل العدوى هذه إلى الكثير من اللاعبين النصر. كيف شفت المباراة اليوم؟ شوف المباراة، الكثير تكلم عن المباراة أنه بعد البطولة أنه سوف تحدث انتكاسة للنصر. بتعرف مهما كنت بعد تحقيق الإنجاز لازم يصير دروب في مستوى الفريق، لكن المدرب كارينيو نزل بكل ثقله في المباراة بالتشكيلة الأقوى لمواجهة فريق يمتلك عناصر ومدرب رائعين. يكفي فخرا جيوفاني أنه حقق 50% من نقاط الفيصلي في 5 مباريات منذ قدومه. يلعب بتكتيك جيد، يقرأ المباريات بشكل جيد، والدليل أنه كان يضغط في كل المباريات اللي يلعب فيها على الفريق الخصم ويفاجئه بأهداف كثيرة. نتذكر مباراة الشباب، سجل 3 أهداف وبالتالي في الشوط الثاني انقلبت النتيجة. واضح من اللعب أنه طريقته تكتيكية أكثر من رائعة، الضغط على مفاتيح اللعب النصراوية بشكل قوي. شفنا غالب كان الضغط عليه كبير لأنه غالب خلف الكثير من التمريرات البينية الأمامية، ضغط على غالب، ضغط على النصر في أول 20 دقيقة. طبعا هذا كان مقروء كله من المدرب العبقري كارينيو، ومتوقع أنه 20 دقيقة راح يضغط الفيصلي وبعد ذلك استلم النصر المباراة. الفريق يعني اليوم بالمجمل قدم بعد الدقيقة 15 مباراة أكثر من رائعة، برز فيها النجم الكبير محمد نور واللي أنا أعجز عن وصفه. اللاعب الثالث اللي هو السهلاوي المهاجم الفذ في الكرة السعودية الآن، السهلاوي ما تحس إنه يشم ريحة الجول، يعني اليوم سجل باليمين، سجل باليسار، سجل بالرأس، وكان بإمكانه أن يخرج بسوبر هاتريك، لكن أول مرة يحرز هاتريك في الكروس. الهدف الثالث، أعتقد الهدف الثالث للنصر اللي التف 360 درجة وسجل هدف من أجمل الأهداف. الفريق كله قدم مباراة كبيرة. طبعا أنا الجماهير، أنت شكرت الجماهير، ولو أقعد من هنا لبكرة ما أقدر أشكر الجماهير. الأمير فيصل بن تركي هذا الموسم يقود النصر بطريقة احترافية جدا. أنت بعد كل مباراة تسأل الأمير فيصل عن نتائج فرق عن أي شيء، يقولك أنا لا أنظر إلا للأمام، المباراة القادمة أهم مباراة في الدوري، وهذا ما حصل اليوم. بعد الفوز قال أنا لا أنظر للخلف، سألوا عن فارق 9 نقاط قال أنا أنظر للأمام، عندي أهم مباراة في الدوري مع الاتفاق الأسبوع القادم. وهذا سر نجاح
النصر هذا. ألف مبروك للنصراويين. نروح الفاصل. قبل الفاصل كلب احتفاء بالفريق النصراوي. اتحاد البلوي يعود للنتائج الكبيرة بخماسية في شباك الاتفاق والنهضة، يواصل تلقي الأرقام العالية برباعية التعاون، والفتح يكسب الشعلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. أستاذ طارق بن طالب والأستاذ محمد الغامدي هم ضيفا حلقة الليلة. عجبتني اليوم حكاية عبد الغني ونور، خفض المكافأة عشان تشمل اللاعبين اللي برا التشكيل الأساسي والاحتياط. طبعا ما سمعنا وما يعني من الناس مسؤولين في النادي، يعني العميد فهد مشيق غرد انه اللاعبين طلبوا تخفيض المكافآت من 200,000 الى 150,000 لتشمل جميع اللاعبين، زملائهم اللاعبين اللي ما دخلوا في تشكيل 18 لاعب. وهذا طبعا يعطيك انطباع كيف الروح الفريق الواحد. طبعا انا يعني انا احب اشيد بالكابتن حسين عبد الغني، اشدت بمحمد نور، وطبعا نادي النصر الان نادي الكباتن يسمونه، نادي الاساطير، يعني كابتن منتخب البحرين، كابتن الشباب عبد عطيف، كابتن الاهلي، كابتن الاتحاد، يعني البيئه اصبحت مثاليه لاي لاعب يدخل في هذا الصرح العظيم. طيب بحسب الأستاذ خلف ملفي وجول أونلاين، تقرير للزميل سلمان العنقري يصادق على المعلومة اللي أنت قلتها بأنه الهلال كان 11 فوز متتالي في موسم واحد، النصر اليوم كسر هذا الرقم ب 12 فوز متتالي. هذا بتقرير للزميل سلمان العنقري على جول أونلاين. الرسالة وصلتني من أبو
أحمد. خلينا نشوف تقرير مباراة الاتحاد والاتفاق. في الدمام وعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد، وحيث اللقاء الذي جمع إتي الدمام بإتي جدة. قبل الخوض في تفاصيل اللقاء، شكرا لكل الجماهير التي حضرت وخلقت أجواء رائعة تليق بأقوى دوري عربي. البداية اتحادية وحضور عميد زمان، ورودريغيز يسجل الهدف الأول. ارفع راسك انت اتحادي، ارفع راسك انت تاريخ. ومسلسل الجمال ما زال مستمر، وليو يحضر هدف من أجمل أهداف جميل هذا الموسم. العميد يستمر بالضغط والسيطرة، وباسم يرسم الابتسامة على محيى جماهير الاتحاد ويسجل الثالث. فرقة الكوماندوس تريد تدارك الأوضاع وتنجح في تقليص الفارق عن طريق توفيق بوحم. وهو انت الشرقية العنيد، وهو انت الشرقية الفارس. الشوط الثاني ينطلق، ومسلسل الأهداف يستكمل، وهدف رابع. وعلي الزقعان ينجح في تقليص الفارق لفارس الدهناء. ومختار فلاتة يزيد الغلة ويسجل الهدف الخامس من ضربة جزاء. فيها الكثير من الإصرار. الثالثة مختار. وبخمسة أهداف للعميد مقابل هدفين لفارس الدهنة ينتهي اللقاء، ويعود عميد زمان. محمد، هذا الاتي اللي أنا أعرفه، أو على الأقل هذا شكله، يوم راح ويمكن يستمر، بس على الأقل هذا الاتحاد اللي أنا أعرفه، المدافع واللاعب اللي يضرب الكرة بالرأس والتسديدات من بعيد، الأهداف الكبيرة. والله أولا وأنا أتكلم عن الاتحاد فقط في كلمة واحدة بعقب على موضوع الاتحاد ومحمد نور اللي كان قبل الفاصل، وهو موضوع يعني متصل نوعا ما. من أبعد محمد نور ليس الاتحاد، ولكن هو جيل إداري فاشل تلاشى الآن مع مشهد عودة وتعافي الاتحاد تدريجيا. الاتحاد الحقيقي كان هو الجمهور اللي غضب من إبعاد نور، وكان هو الجمهور الحقيقي اللي احتفل واحتفى بمشاهدة نور في مباراة مكة، وهو الآن اللي يقف خلف الفريق بوجود نور، أو لو لم يبقى من الفريق سوى قمصان اللاعبين. الجمهور اليوم اللي ظهر في الشرقية كان واجهة، كان مفخرة للاتحاد، هو الاتحاد الحقيقي اللي موجود ويدعم عودة فريقه. الاتحاد اللي شاهدنا اليوم هو رغبة جامحة في الفوز وتصحيح الأوضاع والهروب حتى من شبح الهبوط، ولو كان حسابيا فقط. اليوم رغبة الفوز الاتحادية كانت أكبر من ظروفه وأكبر من إمكانياته داخل الملعب الفنية واللاعبين والظروف والمشاكل السابقة. رغبة الفوز اليوم غطت على كل شيء. رأينا رغبة كبيرة وجموع في المقدمة، أخطاء في الدفاع وأخطاء في الحراسة، مستوى الحراسة يجعل الاتحادين يضعوا يدهم على قلبهم. أمامنا في آسيا كاتحاد وممثل الكرة السعودية 18 يوم 17 يوم حتى أول مواجهة آسيوية. الاتحاد الآن يتعافى
بشكل جزئي، ولا زالت أقرب فرصة للتسجيل لتطوير الفريق الآن هي بعد حوالي 7 أشهر، ولكن تحسين مستوى الفريق، عودة الروح والنظام، وما عندك إلا اللي موجود الحين، يعني لازم تحاول، خلينا نقول ترفع نسجل ونقارب حتى الاتحاد. نعم، الحفاظ، تهيئة اللاعبين الموجودين، دفع حقوقهم المالية، خلق جو من الفريق. الاتحاد قادر، الروح دائما موجودة، المدرج الاتحاد يبث هذه الروح ويخلق منها طاقة دائما للفوز وللتقدم للأمام، لذلك لا تخشى على الاتحاد وأمامه وخلفه هذا الجمهور. المباراة حقيقة كانت عنوان للحرص الاتحادي من الخروج من هذا المأزق. الاتحاد دخل هذه المباراة وأمامه حسابيا الخروج إما إلى المركز السادس أو المركز 11، وهذه مفارقة في هذا الدوري كانت مختلفة عن كل الدوريات السابقة. فرق الوسط متقاربة جدا في النقاط، ممكن قبل بداية الأسبوع تكون مؤهل للاقتراب من المربع الذهبي خلينا نقول، أو حتى الوصول إلى شبح الهبوط، وبقي 4-5 مباريات للفريق. الاتحاد الآن وصل السادس بإصرار لاعبينه وبحرص إداري فني. نتمنى إن شاء الله أنه بقية المباريات تم تصحيح الكثير من الأخطاء في لاعبين، حتى على المستوى اللاعبين الغير سعوديين الآن موجودين لا يلعبون، الاتحاد لعب بلاعب أقل، لاعب الآن يريد المغادرة، كثير من هذه المشاكل. إدارة اتحادية استلمت ركام من المشاكل والأخطاء، والمسؤولية صعبة، والمسؤولية الآن ومسؤولية كل الاتحاد في عاتقها لتجاوز هذه الأزمة. الروح موجودة، أتوقع بإذن الله تعالى أنه الأسابيع القادمة، الخمسة الأسابيع القادمة، يتم تقديم اتحاد يليق، ابتعاد عن المراكز المؤخرة، استعداد لآسيا وهي الأهم. ولو استطاع الاتحاد تجاوز الدور الأول بروح لاعبينه اللي شفناها، حنشوف اتحاد مختلف بعد فترة التسجيل ودور 16 الآسيوية. يستحق طبعا الاتحاد هذا الاهتمام الجماهير واهتمام الرياضة السعودية كلها بسقوط أحد أركانها، وشاهدنا الآن الجميع يهتم حتى بعودة الاتحاد التدريجية، عودته وسقوطه السابق مؤقتا كان هو حديث الساحة الرياضية من رياضي لجنة الموضوع، يعني الرقابة على الاتحاد الآن لعودته وتوضيح كثير من الأمور. الاتحاد يحتل دائما صدارة المشهد الإعلامي والاهتمام، اليوم بداية عودة إن شاء الله وتحسين في مستوى الفريق. فارس، الاتحاد الاتحاد يبدو أنه بدأ يخرج من الدوامة اللي كان فيها، اللي هي عدم الاستقرار الإداري. وأعتقد أن الإدارة الجديدة أو التعاقد مع المدرب الأرجواني كان ضربة معلم، لأن هذا المدرب متخصص في تدريب الشباب، يعني فئة الشباب، وكان مدرب لمنتخب أولمبي. طبعا ناسب أسلوب لاعب الاتحاد، لأن جل لاعبيه من الشباب، يملك خامات مميزة في كل الخطوط، في خط الدفاع اللاعب قاسم، في خط الوسط اللاعب جمال باجندوح، في خط الهجوم عبد الرحمن الشهري، وخلافه الكثير من اللاعبين صغار السن اللي استطاع المدرب أن يسقلهم ويقدموا أجمل ما عندهم. يعني احنا ما نقدر نحكم في مباراة واحدة على الاتحاد، لأنه المباراة السابقة كان خسر من فيصل 2-1، اللي قبلها يعني حبة فوق وحبة تحت الاتحاد. أتمنى الاتحاد أنه يستطيع أنه يستمر، بس هذه أحلى حبة فوق. ها؟ هذه أحلى حبة فوق يعني صراحة، يعني أحلى مباراة لعبها الاتحاد هذا الموسم. طبعا أكيد الاستقرار الإداري انعكس على ما قدموا اللاعبون في الملعب. مباراة اليوم طبعا أنا أشوف بكل أمانة، ولا حتى أكذب على الناس، أنا أقول شكرا للبرنامج دوري بلس، لأنه هو اللي خلانا صديقنا، يعني أنت 4 مباريات في اليوم الواحد. وطبعا الميول يجذب أي إعلامي، أنا شاهدت مباراة النصر بالكامل، وشاهدت ملخص المباريات في على البرنامج الجميل دوري بلس، وتصور أنه شاهدتها على الموبايل. فن، يعني فن، يعني إحنا أول كنا الإعلاميين إذا طلعنا في مباراة نروح ندور إعادات في القنوات الثانية ونرتبك يوتيوب ومش عارف إيش، ولا نصل هذه معلومة تجيك وانت جالس
مرتاح. وقاعد في السيارة واقف استنى وقاعد اغش يعني زي اللي قاعد قبل الاختبارات يبرشم. طيب بروح الفاصل. قبل ما اروح الفاصل بقول شيء. احنا ليش صرنا ما عاد نسمع بعض وليش ما نحس في بعض؟ تصدقوا بقول لكم شيء. جتني رسالة هذا نصها: اخوي تركي مساك الله بالخير، تكفى ذكر الناس بموضوعي، يمكن الله يرسل لي احد من اهل الخير يساعدني بهالغربة. ترى والله بعدي للحين بلبنان، أوضاعي المادية مرة تعبانة، تكفى ناشد أحد، ترى من خسران شيء، بالعكس ترى الموضوع إنساني. لو أقول لكم من اللي مرسل هالرسالة ما تصدقوا. هذا عادل المجنون من رمضان. نعم. انحكى عنه في لاين سبورت، وانحكى عنه مع علي العلياني في أهلا، وحكينا عنه في كورة يومين. صدمة أنه إلى الآن ما حد حل مشكلته. مواطن سعودي عنده مشكلة برا البلد وما حد حل مشكلته. مفاجأة كبيرة صراحة هذه الرسالة، صادمة جدا جدا. رغم لما الملك عبد الله الله يحفظه خادم الحرمين الشريفين أعلن الميزانية، كانت توجيهاته للوزراء أهم شيء المواطن ومشاكل المواطن، وافتحوا أبوابكم للمواطن. فاصل قصير بعده نعود. الجولة 21 تسجل النتائج الكبيرة في شباك الفرق الخاسرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. الأستاذ طارق بن طالب والأستاذ محمد الغامدي هم ضيفا حلقة الليلة. الأستاذ سلمان المالك رئيس شركة ركا الراعي لدوري الأولى، طبعا هو رئيس شركة ركا الراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى. الدرجة الأولى يبغى يقدم مالي لعادل، يقدم مبلغ مالي للاعب عادل المجنون في خارج المملكة، وهذه ثاني مرة يسويها. طبعا نوه للناس ايش مشكلة عادل المجنون. عادل المجنون متزوج من غير سعودية، أنجب منها طفل قبل الأحداث اللي كانت في سوريا. لما صارت الأحداث في سوريا اضطر يروح لبنان، طلب العودة للمملكة، سمحوا له يرجع هو وطفلته من زوجته غير السعودية فقط، وقالوا له زوجتك تخليها برا. يعني ما أعرف شلون مطلوب من إنه يرجع ويترك الطفل برا أو يترك زوجته برا. أم الطفل، يعني الطفل أول ما توصل السعودية أول شيء تسأل وين أم، وين الوالدة، يعني وين ماما. يعني هذه مشكلتها ببساطة. أحد يسمح له يدخل للمملكة؟ يبدو أن الموضوع ما له حل حتى هذه. يعني هو يعاقب على خطأ ارتكبه، ولو يعني ارتكبه في أسرة الآن، صارت مش الحال الآن، في زوجة وفي طفلة. جبه معاقب عادل المجنون يا أخي، جبه وحاسب عادل المجنون، حتسوي في اللي تبيه، يعني يطبق عليه أي إجراء رسمي قانوني، بس يدخل هو وزوجته يعني وبنته. أنا أشكر سلمان المالك بصراحة، يعني قدم له في فترة سابقة 20,000 والآن يقول أبى أتبرع له بنفس المبلغ، فجزاه الله ألف خير. ونتمنى أحد من أصحاب القرار لا يدفع فلوس بس يحل مشكلة اللاعب. نشوف تقرير عن التعاون والنهضة. التعاون بصراحة واحد من الفرق المفضلة عندنا، عندي أنا شخصيا في هالموسم. كورته جميلة وفريق لعبته حلوة، فاز اليوم على فريق النهضة. نتابع التقرير. على ملعب مدينة الملك عبد الله ببوريدة، وفي لقاء ضمن الجولة 21 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، التعاون يستضيف النهضة. النهضة الذي يبحث عن الهروب لجميل وبواسطة لاعبه أمين عباس، يسجل في مرماه ويكرم أصحاب الأرض. جول التعاون، جول سكري القصيم. وبدر الخراشي
يضيف الهدف الثاني لسكر القصير. سكر القصير، ما أحلى ما أحلى التعاون بهذا الأداء الكبير. بدر الخراسي كما أنت رايا يا بدر. الجزء الثاني من المواجهة ينطلق، وأحمد التركي يضيف الهدف الثالث للتعاون. مارد الدمام يستسلم، وريتشي يزيد الجراح ويأتي بالهدف الرابع. والنهضة يحفظ ماء الوجه بهدف في آخر الدقائق، معه أسدل ستار اللقاء. فريق التعاون يواصل تقديم عروضه المميزة في هذا الموسم، ولولا يعني بعض الأخطاء التحكيمية لرأيناه في مركز متقدم أكثر من كذا. فريق التعاون قدم صورة مميزة للعمل الإداري الممتاز اللي تقوم فيه إدارة الأستاذ محمد القاسم والمدرب العربي الرائع توفيق روابح. قدم لاعبين خليط أو توليفة من اللاعبين الممتازين الأجانب وذو الخبرة السعوديين والشباب، يعني يعني من أصحاب الأعمار الصغيرة مثل المشيقح والحميد واللاعب الوسط مدلة لعيب على لعيب. فالحقيقة يقدمون نموذج للعمل ضمن الإمكانات المتاحة، استطاعوا أن يجعلوا فريق على الأقل بعيدا عن 9 أو 8 فرق تصارع على الهبوط. محمد كيف شايف التعاون؟ حقيقة يستحق الإعجاب والتقدير، فريق في المنعطف الصعب الآن في الدوري والمنعطف الأخير، تجد الآن يلعب على المركز الثالث والرابع، يزاحم الأهلي والشباب، سقف طموحه أصبح الحصول على بطاقة العبور للبطولة الآسيوية. بالتعاون بالجيل الإداري اللي موجود وأعضاء الشرف واللاعبين والإمكانيات اللي متوفرة لنادي التعاون، يبتعد عن كل الفرق اللي كان ينافسها ويتجه لمنطقة الأمان، وبالتالي العبور إلى المنافسة. محمد حتى لو ما أخذ البطاقة التعاون، ما تحس إنه الفريق يعني كورته حلوة في الملعب، ممتعة شوي؟ أكيد أكيد أكيد. الاستقرار، تقديم الكثير من يعني مهر هذا الإبداع قدم من إدارة نادي التعاون، ورأيناه في الملعب مع لاعبيه، قدموا مباريات في فرق كثيرة أبدعت هذا الموسم، ولكن في هذا المنعطف الصعب تجده الآن في هذا الموقع، يعني يستحق الإعجاب بشكل جدا كبير داخل الملعب وخارج الملعب. من الفرق اللي لفتت النظر كثير، نظرنا كثير لمنطقة الصدارة ومنطقة الهبوط، ولكن كان دائما التعاون هو منطقة ضوء بمستوياته الكبيرة وموقع اللي نشاهده الآن حاليا في سلم الترتيب. يعني أنا شوف في نقطة في التعاون، أنا يعني أعجبت بطريقة اختيارهم للاعب الأجنبي، اختاروا لاعبين في مراكز مهمة جدا، وأنا أقترح على إدارة التعاون يعني يسوون بزنس، يعني يختارون لاعبين للأندية السعودية. اختاروا لاعب هداف، لاعب بولو، لاعب خط الدفاع يقدم مباريات كبيرة، لا يذكرني اسمه، شادي أبو هشهش يلعب دور كبير في قيادة الفريق. كما قال زميل محمد، الفريق يقدم مو بس يفوز، يعني يقدم كرة ممتعة. حتى مباراة اللي خسرت التعاون، اي نعم، حتى مباراة اللي خسرت تكون كرة حلوة تعجب. كرة ممتع، يعني تتفرج على فريق يلعب كرة في هدوء برا الملعب وفي إبداع داخل الملعب. برافو للتعاون. خلينا نشوف تقرير لمباراة الفتح والشالة. على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وفي لقاء لحساب الجولة 21، دخل الفتح المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 21 نقطة جمعها من 20 مباراة. أما الخصم القادم من مدينة الخرج الشعلة،
يدخل المباراة وهو في المركز السادس ب24 نقطة جمعها من 20 مباراة. كلا الفريقين يبحث عن النقاط الثلاث، وخاصة الفتح الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره ويريد أن يحسن أوضاعه في سلم الترتيب العام للدوري. الشوط الأول انتهى سلبيا دون أهداف، في المقابل كان الشوط الثاني مغايرا لأحداث الأول، فبعد بداية الشوط ب10 دقائق تمكن محمد حيدر من تسجيل الهدف الفتحاوي الأول. جابها محمد حيدر، جابها وريح الفريق الفتحاوي، ريح الجماهير، ريح الإدارة، ريح اللاعبين. واستمر الفتح بالبحث عن نقاط المباراة، وبالفعل البرازيلي القصير إلتون يسجل ثاني الأهداف في شباك الشعلة. إلتون جوزي، الإصرار، الإصرار الفتحاوي، الإصرار الفتحاوي حضر في هذه المباراة من إلتون جوزي. حاولت فرقة مكيدة العودة إلى أجواء اللقاء، حيث تمكن الجيزاني وليد من تقليص الفارق لأبناء الخرج في الدقيقة 80. جول الشعلة، يشعلها الشعلة وسجلها وليد الجيزاني، هدف للشعلة، قلص النتيجة وليد الجيزاني. يا سلام يا سلام على وليد الجيزاني. اخوان مكيدة الان في حالة من الغضب الشديد وعلى شك. دوريس سلمو لم يقبل بهذه النتيجة ابدا، وانهى امال ابناء الخرج بالهدف الثالث في اخر دقائق اللقاء ليخرج الفتح بنقاط اللقاء الثلاث، ويعود مكيدا وأبناؤه إلى الخرج دون أي نقطة. لبرنامج كورة، حسن الجهني. وفارس، الفتح والشعلة. الفتح اليوم يعني قدم مباراة يعني يمكن عاد لمستويات الموسم الماضي، بطل الدوري الآن يصارع الهبوط. صحيح. يعني الآن نقاط الثلاثة هذه أبعدت قليلاً وفي مباراة صعبة أمام فريق مميز مثل الشعلة. الشعلة طبعاً مدربه الإسباني مكيدة عاد صياغة الفريق وحقق من نقطة واحدة إلى 24 نقطة. سوى له مشكلة الآن. إيه. الآن الشعلة أصبح مشكلة كبيرة لأي فريق يواجهه. صحيح. بعد ما كان. يعني بعد ما كان أي فريق صح. الآن صار أي فريق يعمل ألف حساب بما فيها الفرق المتصدر والوصيف، يعني يعمل حساب لهذا الفريق اللي قاعد يقوده الرجل الطيب فهد الطفيل بإمكانياته المحدودة. الفتح اليوم كان في أي شبه من بطل الدوري؟ بدأت لمحة بطل الدوري. يعني طبعا احنا تكلمنا على التوليفة كرة القدم، طبعا توليفة العام الماضي كان في فريق مميز للفتح بلاعبي الأجانب والمحليين، ولكن مع الأسف بدال ما يتم إضافة لاعبين لهم لتدعيم تم تفريغه من الكثير من اللاعبين. صاحب ذلك انخفاض مستوى الهداف دوريس سلمون والصانع اللعب ألتون خوزيه، لكن يبدو أنه رجالات الفتح بدأوا يتكاتفوا يعني حتى يعيدوا شيء من بريق هذا الفريق البطل، بطل الدوري وبطل السوبر. طيب قبل ما نروح للفاصل، في خبر الحقيقة محزن جدا وصلني قبل شوي عن رئيس نادي الحمادة الأستاذ بدران السديري، توفي بعد مغرب اليوم إثر حادث أليم وهو في طريقه إلى أو في طريق القصيم. الصلاة على الرجل إن شاء الله في جامع الملك خالد بأم الحمام عصرا، رحمة الله عليه. كان حتى في مباراة غدا له مع فريق العيون تم تأجيل المباراة. تعازينا لكل الوسط الرياضي، تعازينا لأسرة بدران السديري رحمة الله عليه. حادث جديد، وفاة جديدة، خسارة جديدة. فاصل قصير بعده نعود. في فقرة بين قوسين، محمد الشيخ يتساءل، لجنة انضباط أم لجنة استعباط؟
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. ابو فارس الاستاذ طارق بن طالب والاستاذ محمد الغامدي هما ضيفه حلقه الليله. سؤالي الاخير قبل ما نودعكم، حسم موضوع الدوري فعليا، يعني نعرف انه نقطيا لم يحسم، لكن حسم موضوع الدوري ولا ما حسم الى الان؟ لا طبعا كره القدم مليئه بالمفاجات وعلمتنا كرة القدم. لا بعيد عن المفاجأة، أنا أتكلم في الوضع المنطقي الطبيعي. يعني بنسبة 70-75% حسم لصالح النصر. تسع نقاط الفرق، وتقول لي باقي خمس مباريات من ضمنها مباراة النصر والهلال. مباراة النصر والهلال هي الفيصل من سيحدد بطولة الدوري. محمد شو رأيك؟ أعتقد أن الموضوع حسم، والآن في انتظار فقط الإعلان الرسمي لتتويج النصر. وأتوقع أنه يكون أمام ممكن الهلال في المباراة ما بعد القادمة، والسؤال الآن هل يتم التتويج في نفس المباراة أو في نهاية الموسم. النصر قدم مهر التفوق في هذه البطولة وهذا الموسم بالكامل. أعتقد أنه الأمر اللي شفناه اليوم يعطينا انطباع أنه انتهى الأمر حسابيا، لم ينتهي، ولكن في انتظار فقط الإعلان الرسمي. والنصر حتى وهو الآن البطل لا يحتفل، حتى يبدو أنه ينظر إلى ما أبعد من هذه البطولة وإلى قادم، وليس الأيام ولكن السنوات القادمة. أعتقد أن الأمر بالنسبة لي أنا منتهي بشكل كبير جدا. محمد شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، ونشوفك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك أخويا فرانس، شكرا جزيلا لك. شكرا، بس أنا ودي أقول شيء، أنا كلمة أذكرها في تويتر دائما أقول قضي الأمر بالنسبة للدوري. شكرا جزيلا لك. العفو. وعدونا غدا 11:30 في أمان الله. يمين أبا حلف لك يا غالي، أنت بس اللي في بالي.